لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك وأعداء الدين أجمعين. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلط علينا بذنوبنا وعيوبنا. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم ومكرهم عائدا عليهم إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالحكام الظالمين والزعماء المجرمين والرؤساء الكاذبين. اللهم عليك بالحكام الظالمين والزعماء المجرمين والرؤساء الكاذبين. اللهم عليك بالحكام الظالمين والزعماء المجرمين والرؤساء الكاذبين. اللهم فرق دمهم وشتت شملهم مسك وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم وقلل أددهم وفل حدهم وقلل تدميرهم وقرر تدميرهم ودمرهم تدميرا. اللهم ارزقنا نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وفرجا عاجلا وإماما عادلا وبلدا آمنا مباركا. فانصرنا في المحكمة فانصرنا في هذه المحكمة فانصرنا في هذه المحكمة وأخرجنا من السجن سريعا عاجلا في لطف وخير وعافية ورجعنا إلى بيوتنا واجمعنا مع أهل بيتنا وأصحابنا وحبابنا غانمين فارحين سارمين ناجحين فائزين مؤيدين منصورين بحق سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين.